وانتهزوا هذه السانحة اللي أشكر معالي الوزير على الاستقبال وكرم الضيافة اللي رضينا به منذ قدومنا إلى على هذه العاصمة الجميلة. وكان هذا اللقاء أيضا درج بإطار التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والعربية والدولية، وبين هذا التشاور أن هناك تطابق وجهات نظر في جمل القضايا اللي تهم الوطن العربي والبلدين معا. شكرا.